وش العادة اللي حفظتها عن أبوك أو أخذتها عن أبوك ومارستها ودربت عليها عيالك؟ صدقني انت لو تسالهم ممكن هم برضه يجاوبون، لان ابوي رحمه الله عليه يوم كنا اذا رحنا المجلس او مجتمع يقول امسك مسمتك حتى في الضحكه. نعم يعني ممكن احنا شباب، ممكن رجاله او جانا ضيف وتضحك ضحكه فيها شوي نزوه ممكن يزعل عليك، لان ممكن الضيف هذا يشكك، فيوصينا بالمسمت، بحسن النبا، بالانتباه للريجيل، بالانتباه للقهوه، صبتك للقهوة صبت. فكانوا زي التدريب اللي مباشر على العادات الطيبة والسليمة. وأنا الآن والله أقولها لعيالي، إذا فيه ريجيل ومجلس أو أنت قادم على ريجيل، احترم القدوم واحترم الريجيل اللي قدامك. يا سلام. حتى الله يذكره أنا قال لي كلمة يمكن لها ما نبقى نكملها، يقول إذا قمت من عند الريجيل لا تلتفت لهم. شوف شو رأيك في هالكلمة؟ والله ما ادري، اذا قمت لا تلتفت على الرجاجيل إيه لضيوفك. لا، انت مسير على ناس نعم. وقمت من عندهم، عندما تطلع من عندهم لا تلتفت لهم، اي لا تلتفت. منك نستفيد. واقول له ليه هيبه، يقول لي يلتفت اما مشكك في شيء، ولا له يبقى احد مثلا خليك يعني كنفسك واثق. واثق واندفع، لا عاد تلتفت، لا عاد تلتفت اللي وراك، لان ممكن اللي يلتفت يشكك انه يبي حاجه، بيقول حاجة في خاطره حاجة. يعني الكلمة لها أبعاد، يعني يا سلام، شوف الانتباه، وشلون الانتباه. انتباه الرجاجيل. ترى ما عندهم تعليم، عندهم تجارب. نعم. يقول لي قمت من عند الرياجيل امش، لا تلتفت لهم، للمكان اللي قمت منه ممكن يبي شيء، يستنكرون عليك. يستنكرون عليك ويقول ها، او يشككون انك تبي شيء، بتقول شيء، في شيء، ويتناقشون بينهم. والله والله هذه هذه مطبقها انا الى الان، والله ما اقولها انا تزلفا، اذا قمت من عند الرجل خلاص امشي ورا من المجالس اللي اجيها. وفدتنا بهالكلمه، وفدت الساده المشاهدين، ونتعلم منك مثل ما تعلمت من ابوك، الله يغفر الله له ويرحمه، والرجال يتعلمون من بعضهم دائما يا ابو عايد. الله يبين. مثل يعني انا اقول اللي مقابلها، اذا جيت الشخص في بيته وابتسم لك ورحب، انت ما تنشرح؟ الا اكيد تنشرح. نعم. فاذا قد وانت قادم الجهه اللي مقابلتك بطريقتها تجذبك وتشدك ويصير يجي عندك شيء من السعادة، واللي يهمني ضحكة احجاجها أكثر مما يقدم لي اللي يقدم لي الترحيب والبشاشة وال... نعم. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.